هذا المسار طويل، الناس عم بيجربوا يخففوا من عزيمتهم ومن إرادي ومن معنوياتهم. شو بتحب منهم بهاليوم؟ من أول يوم قلنا هذا المسار طويل، من أول يوم قلنا أن التغيير طرافي، من أول يوم احنا عارفين انه كنا بالساحات بالشارع، اليوم بالتشريع، اليوم داخل البلد والبرلمانيين، اليوم صوتنا عم يوصل لجوا، اليوم هم مرتبكين لانه هم امام تكتل زوزيك من كل المناطق، عابر للمناطق وعابر للطوائف. اليوم نحن عم نقدم مقترحات جدية بتحاكي المرحلة. هذا التغيير يحتاج وقت لينضج، وفعلا نقدر نبني الدولة اللي بدنا إياه في ظل غياب كل مؤسسات الدولة. ونحن في أمس الحاجة لوجود القضاء اللي غايب اليوم، النيابة العامة اللي ما صارت من قبل، من قبل صار في انهيارات مالية واقتصادية، ولكن ولا مرة صار بلبنان انهيارات مؤسساتية على مستوى كل مؤسسات الدولة. هذا بيعني أنه نحن بحاجة لبناء هذه المؤسسات من جديد، بحاجة لبناء القضاء الحر اللي بيحاسب أكبر المسؤولين عن أكبر تفجير نووي صار بتاريخ العالم. شو بتقول للانتخابات الرئاسية؟ شو عم بصير؟ الانتخابات الرئاسية للحقيقة هي رئاسة الجمهورية، هي فعلا المركز الرفيع. من إذا من نرجع للوقت